دعونا نغوص في أعماق هذه المعلمة الثمينة الغنية عن التعريف، معلمة المغرب، حيث الأحداث والتاريخ والأرض والسماوات وكل ما يتعلق بالمغرب. فلنبحث إذن عن التاريخ، التشييد والبناء، العدد والتفاصيل. فدعونا نغوص في السدود. هذه السدود التي ظلت تمثل على الدوام إحدى المقومات الحيوية والثابتة التي يتأسس عليها الاقتصاد الحضري والريفي وباقي القطاعات الاجتماعية على حد سواء، وإلى الآن ما زالت البادية المغربية تحفل بعدد هائل من منشآت تخزين ونقل الماء قد شيدت منذ أقدم العصور. نجد من ذلك حواجز تحويل المجاري المائية ونشر مياه الفيضانات وغدران وخطارات وناعورات وشادوفات ونطفيات، لكن السدود القارة والمرتكزة على قواعد تكنولوجيا عصرية لم توجد ولم تخرج للوجود إلا مع نهاية العشرينيات من القرن العشرين. دون الإخوة، من بعد التقديم هذا ونسولك واش عمرك تسألتي على السدود في المغرب، كيفاش بداو وفوقاش وشحال عندنا من سد في المغرب. دونك باش نهضروا على التاريخ ديال السدود في المغرب، حنا غنقسموا لخمسة ديال الفترات. الفترة الأولى هي معاهد الاستعمار إلى بداية الاستقلال. في هذه الفترة هذه قام المغرب ببناء 12 سد، يعني 12 سد، ولكن بواحد المخزون اللي ما كيتعداش 1.75 مليار متر مكعب. بينما الفترة الثانية هي العشر سنوات الأولى من الاستقلال. هذه العشرة ديال السنوات هي كتعتبر يعني واحد فترة انتقالية لإعادة هيكلة التركة الاستعمارية وتحديد السياسة المائية وتحضير القوانين، استرع لها مزيان، خصوصا قانون الاستثمار الفلاحي. ثم قام أيضا المغرب باسترجاع أراضي الاستعمار الرسمي سنة 1963، وقام بدراسات يعني كثيرة حول الري بالقطاع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذه الفترة قام المغرب ثلاثة ديال السجون، ولكن عندها دور مهم في تسديد نفقات الواردات وجلب العملة الصعبة لتحقيق التوازنات بطبيعة الحال، ثم الزيادة في الإنتاج الغذائي، ثم الحد من النزوح نحو المدن. هذا يعني الزيادة في الإنتاج والحد من النزوح نحو المدن هو اللي غيخلينا ننتقلوا يعني الفترة الثانية اللي كان بين 1961 و 1965. دونك في هذه الفترة هذه تمكن المغرب باش يدير أول خطة فلاحية مائية اللي مندمجة من طرف المكتب الوطني للري، اللي دار لهم خبر خاص البرامج ديالو في دائرة
المحتله في نفس الفتره اللي هي 1961 و1965. دونك دابا غندخلوا للمرحله الثالثه اللي كتمتد من 1967 حتى 1980. هنا قدر المغرب باش يدير 12 سد كبير اللي عندهم واحد المخزون اجمالي اللي يفوق كل ما تم تجميعه في السدود 12 الاولين اللي تشيدوا في العهد الاستعماري، معدل ديال 4 مرات تقريبا. يعني عندهم واحد المخزون اللي هو كبير بزاف. في نفس الوقت يعني في نفس الفتره قدر المغرب باش يدير يعني المكتب او المكاتب الجهويه للاستثمار الفلاحي في سنه 1966 اللي مكلفها بالاشراف اللامركزي على تجهيز وتدبير القطاع الفلاحي. وفي 1967 دار المغرب مديريه المياه اللي كتشرف على التحكم في الموارد المائيه والاستغلال ديالها والدراسه ديالها وبناء السدود. ثم 1969 تم يعني صدور قانون الاستثمار الفلاحي صحبة بطبيعة الحال مجموعة من قوانين الماء. ثم أخيرا في 1973 قدر المغرب باش أنه يسترجع جميع الأراضي ديال الاستعمار الخاص باش أنه يزيدها إلى الأراضي المسترجعة من يعني الملك الاستعماري الرسمي في سنة 1963. وفي هذه اللحظة هذه قدر المغرب باش أنه ينهج واحد السياسة اللي هي تقنقراطية يعني اللي كتستهدف الإنتاجية والمردودية. ثم اتخذ أيضا سياسة رأسمالية الدولة عبر يعني الشركة العمومية في سنة 1971. دابا في الفترة الرابعة اللي كتمتد من 1981 حتى 1992، هنا المغرب خصص 5% من ميزانية الدولة خاصة لقطاع الماء والسدود فقط، ديك 5% خاصة لذاك القطاع، وهي اللي مكنته باش يبني 10 ديال السدود كبيرة و 54 سد صغير و 1 سد متوسط. في 1981 تم تأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ اللي كيوصي بتشييد سد كبير كل سنة ابتداء من 1987. وفي 1984 تم الشروع في تشييد يعني السدود المتوسطة والصغيرة بتعاون مع يعني بين وزارات الفلاحة والداخلية والتجهيز. دونك الفترة الخامسة من 1993 حتى 2002، هذه الفترة نقدروا نقولوا بلي سهل العصر الذهبي للسدود الصغرى، حيتاش يعني خلى ليها فقط 3 ديال السدود الصغرى. في هذه الفترة تمكن المغرب من بناء 11 سد كبير، وتمكن من يعني من انشاء اكبر سد في افريقيا بعد السد العالي المصري وهو سد الوحدة في سنة 1995. وتمكن ايضا من تحديث النظام يعني القانوني للماء. دونك في هذه الفترة هذه يعني اهم حدث هو هنا هو يعني تشييد وبناء يعني ثاني اكبر سد في افريقيا اللي هو سد الوحدة في سنة 1995. دابا ننتقلوا يعني الحصيلة الاجمالية للسدود في المغرب من يعني هاد الفترة كامل في هاد الخمسة ديال الفترات، شنو هما يعني شنو هي الحصيلة الاجمالية ديال السدود اللي كان عند المغرب دونك الى حدود سنة 2002. دونك عندي 112 سد، منها 48 سد كبير و 9 ديال السدود يعني متوسطة و 55 سد صغير. هو وكيتوفر هادشي كامل على واحد المخزون اللي يعني كيعادل 16.3 مليار متر مكعب من مجموع الكمية القابلة للتبعية اللي هي يعني 22.5 مليار متر مكعب.